بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم سلطة بالجبنة، لذيذة طيبة سهلة. نشوف طريقة التحضير. بعمل الصوص، معلقتين كبار زيت الزيتون، معلقتين كبار ليمون، ملح حسب الرغبة. نظبط الملح لأن الجبنة فيها ملح، إذا بدنا الملح يروح من الجبنة بنقع بالمي الباردة. نغير المي كل شوي حتى يروح الملح. ملعقة كبيرة النعناع الناشف، ربع ملعقة قرفة، ربع ملعقة زعتر أخضر، ثمن ملعقة زنجبيل، ثمن ملعقة كركم، ثمن ملعقة كزبرة. نحط نص ملعقة فلفل حمرا ناعمة، ربع ملعقة فلفل أسود، ربع ملعقة بهارات الكاري أو بهارات مشكل أو البهارات السبعة، وربع ملعقة ريحان اختياري، بس بيعطي ريحة عطرية بيعطي طعم طيب، هو والبردقوش. بحط الصوص بالبراد. بعمل السلطة كوب بندورة، تقطيع حسب الرغبة، ممكن وسط ممكن خشن ممكن ناعم. نص كوب فليفلة خضراء، حط نص كوب فليفلة حمراء، ثمن كوب بصل، حط نص كوب بقدونس، كوب ونص خس، حط ربع كوب زيتون، زيتون أخضر، ثلث كوب زيتون أسود، 15 ورقة نعناع أخضر، الملح حسب الرغبة لأن الجبنة فيها ملح والزيتون الأخضر والأسود فيه ملح، ما بكتر ملح. كوب من الجبنة، جبنة بيضاء، عكاوة أو نابلسة أو جبن فيتا. خليت شوي من الجبنة حطهن على الوجه. حرك السلطة مع بعضها. كوب خيار، نسيت حط الخيار. حرك السلطة، الليمون حسب الرغبة، كيف تحب الحامض. ما بحب الحامض، مع الجبنة حط زيت الزيتون والتوابل بدون الليمون. يحطوا الصوص بدون الليمون. الجبنة بتعطيها منظر رائع، طعم طيب. بحط الصوص اللي عملته فوق السلطة. حرك السلطة مع بعضها. السلطة فيها جبنة، بحط جبنة على الوجه بيعطي منظر أحلى. تقطيع الجبنة حسب الرغبة، وسط أو قطع صغيرة. كمية الجبنة تحطوها للسلطة حسب رغبتكم، ممكن نحط جبن فيتا، جبن عكاوة، نابلسة، أي جبن أبيض. حط ورق الخس، تتاكل مع ورق الخس. اللي ما بحب الليمون بالسلطة نحط نفس الصوص بس بدون ليمون حسب الرغبة. ممكن تجربه شوي بليمون وشوي بدون ليمون، ممكن زين بالخيار. سلطة الجبنة بالخضار صارت جاهزة، جربوها طيب كتير، يحبوها الكبار والصغار، تنفع فطور وغدا وعشاء، مناسبة للدايت والرجيم. ممكن نعمل جبنة قليلة الدسم، صحية مفيدة، فيها كل الألياف والمعادن، خضروات وبروتين. الجبنة بروتين، دهون صحية، زيت الزيتون، مناسبة للمناسبات والأفراح والنجاح والتخرج. طبق حلو على السفرة، طبق راقي، طبق فخم. نكمل السفرة، ممكن نعمل السلطة نحط فوق البطاطا المقلية أو منحط عليها الباذنجان المقلي. أنواع السلطات كتير، عالم كبير، سلطات متنوعة. ممكن الاشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ممكن ناكل السلطة طبق رئيسي، ممكن ناكل السلطة طبق جانبي جنب الأكل، خفيفة على البعد. ممكن تحطوا جبنة قليلة الدسم.
جزاكم الله خيرا.